هذه يلينا في عائشة وفاطمة. عائشة ماشية التقت بواحدة اسمها فاطمة، سلموا على بعض. على عائشة بتقول لفاطمة، بقول احنا بنعرف بعض؟ قالت طبعا، صوروا احنا بنعرفش بعض. امي، هذه فاطمة بتقول، بنت او امك انت يا فاطمة، يا عائشة بنت امي الوحيدة، تقدر تعيدي لي ولا عيد لك؟ امك يا عائشة بنت امي الوحيدة. لما التقت عائشة مع فاطمة سلموا على بعض، عائشة شبهت، قالت لها والله يا فاطمة كأني شايفك. قالت لها برايك تصوري وانت مش عارفاني؟ قالت لها بنعرف بعض. قالت طبعا، امك بنت امي الوحيدة. عائشة بتكون ايش لفاطمة؟ عائشة بنت امي الوحيدة بتكون امها. مين اللي مين ام مين؟ بنت امها الوحيدة. عائشة بتكون لفاطمة امها. عائشة بتقول لفاطمة أمها. فكرت كويس؟ بخسرك. عيدي لي، عيدي لي. بنت أمها الوحيدة أختها. عيد السؤال، شو قلت؟ ركزي. عائشة وفاطمة التقوا، فاطمة بتقول لعائشة إنه ما أنا قلت عائشة بتقول لفاطمة. عائشة بتقول لفاطمة، ركزي. عائشة بتقول لفاطمة، بتقول بنعرف بعض. أنت طبعا أمك بنت أمي الوحيدة، شو بتكون علاقة بينهم ذات القربة؟ أمك بتكون خالتها أمها. وبتخسر 150 خسارة عليك. يلا بسرعة قول مين أنت؟ إيهاب غانم، الجامعة الأردنية سنة خامسة هندسة كهربائية. فاطمة بتكون أم عائشة. فاطمة بتكون أم عائشة ليه؟ لأنه أمك بنت أمي الوحيدة. لأنه فاطمة بتقول لعائشة، بتقول لها أمك بنت أمي الوحيدة. لو ما قالت الوحيدة ممكن تكون خالتها. احتمال. قالت أمك بنت أمي الوحيدة. مين بنت أمي؟ أنا. وأنا أمك. قالت أمك بنت أمي الوحيدة، وحتى تنتفي الخالة فهي الأم. طيب مدام فاطمة أم عائشة، عائشة بتكون لفاطمة بنتها. أكيد أكيد.